عليه يتعطر ثلاث ايدينا مسكو عنبر ومن صلى عليه يتعطر بريح النبي صلي عليه صلي على سيد النبي قلبي صلاة ماتك وبسم الله بنينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباحكم ورد يا صباحكم فل يا سميه يا صباحكم حنة وربي حن عليكم أجمعين صباح الأفراح والمسرات وإن شاء الله ربي يتم فرح كل بنية وكل وليد ويتم كل رصين في الحلال إن شاء الله يوفق بين كل بنية ووليد. أسمعوا معايا صديقات تعرفت عليهم في العرس أقارب عرفت كيفاش العروس جتني يا خالتي يا بنتي كان نحكيكم صدي بحث من الضحك الحسيلو أي أخليني نمشي نرجل الأمور ونرجع لكم وكما قلت لكم نمشي نقد الأمور ونرجع لكم تعرفوا اضطرت الناس الكل من بيت الحجوة قلت لهم خلوني نجم نسجل الصوت بشي هبت لكم على الأقل فيديو مش مبخر اليوم البنات باش نشارك معكم أجواء الحنة العربي أجواء التقليدية متاعنا متاع الجنوب متاع تحديدا المتلوي قفصة وهنا يا صديقاتي كما قلت لكم الحجبة اللي هي العروسة تقعد الأيامات متاع تحضيرات عرسها من الحنة للوطية للجو ذاك كله نحن متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا من الحمام للحنة العربي للفتول للقصعة للحصيل والصهرية نقولوا احنا الجلوة للوطية تقولوا انتوما الحاصل كل العادات والتقاليد ذيك بما اني انا ما خلطتش على الحمام صوروا لي الحمام وهاني شنو اوريكم الديكور هنا البنات كما قلت لكم انا ما حضرتش على اجواء الحمام والديكور نتاع الحمام هذه الكسوه اللي لبستها العروسه بعد الحمام فهما صوروا الفيديو بطريقه ذيه وبعثوا لي معناتها الفيديو فانا هبطت لكم كما موجود هكا الديكور هذايا هو اللي تعمل للحمام نعملوا هكا الحلول الحاجات هكا التقليديه نتاعنا من العلاقه من الكسوه من الجو العربي والخيمه نتاعنا ديك لازم ديما تتعمل الحسيل وصديقاتي نحن رو عرسنا يبدا 7 ايام و7 ليالي يعني عرسنا متواصل كما نقولوا نحن خميسة وقرين زيدو هذا نهار تريت والبنات قلت لكم راني وصلت خلطت على المحفل النهار هذاك هو كان نهار الحمام يعني مبروك علينا وهذه البداية ومازال مازال كورالكم فاشل يا بنوي اعطونا شوية من الخليج شوية في الجو اللي عندي صديقتي فاشلينا الدربيكات
هذه البنات الحجبة. عندنا احنا في عاداتنا الحجبة تتعمل هكا عربي، معناتها العروسة تقعد فيها حتى لين تعمل حجامتها وتمشي لدارها. هذه معاها بنكرة نتاعها، اما حاطين سرير بحكم في الحنة باش تلقى راحتها، وكل كي تحني العروسة معناتها تتربط، نقولوا احنا يديها ورجليها تحنيهم، ومن بعد هذيك باش تبدل تتحط كنبي موجودة لبرا والكنبي، اما السرير للراحة اكثر. يقعدوا معاها الصبية تبدا بيتعربي كيكاذي، تنحت كانت صالة وكلها تنحت قاعدة للبنات معناتها للصبية. انا مانيش صبية اما مع البنات. الفوزونغل متاعي، هذه الفوزونغل متاعي، هذه هي العادات والتقاليد متاعنا. ديما في الحجبة لازم تكون الخيمة هذه. فهي اين شفتي نحن في عالم الشهرة، اضواء الشهرة، حلو محلي على الاخر. هذه وهذه الحنة، انا ما حنيتش، شو من هنا كزينة، هاتي ايدك الاخرى، عملت فيها ايدك الاخرى؟ لا ايدك الاخرى ثاني. وقتاش باش تحرقت؟ والله مش ندري. الغداء، الغداء نعملوا مرقة لوبيا. هاني انا باش نشارك في الغداء يا اخي، نديت الطباخ صار لي باش نطيب غداء نتاع مجموعه، معناتها العدد عطته لي دار العرس يا اخي، قال لي هاني تو نجي، جابوا لي الطماطم انا في الغاز، في الغاز تاع عندي دار العرس. ها هو اللي باش تنضاف وتغسل ونحط البصل وال يسموه فيه خليتها هيك تعرفي اللي فوق الصحن. فاش باش نطيب؟ ما وصلش، باش نطيب الملوخيه. هذه الملوخيه طابت، احنا من عاداتنا نطيب الملوخيه نهار الحمام، راح حمام العروسه تطيب الملوخيه. هاو الشيف وجيه، شفتوا قداش موسع باله الشيف هيك ولا لا؟ الطماليك امال موسع باله، قال لي انا باش نطيب وهو اللي باش يعاوني. هما لحمتها هذوما كيفاش نفوحهم شايف؟ نحطهم مع الثوم ومع البصل. واضح. اي ها هي نفختها الطماليك فوق الجوبي، تاخذ صابره فوق الجوبي. اي الجوبي تفور وحدها. شكون شوف شكون جد تل العرس دي زين، ترى شوف زين، ترى واو زيني لو، واو زيني لو، ترى زيني وعيني ولدي الغد، زيني أزيني أزيني وعيني. زيني كما تعرفوا البنات، نهار اللي جيت وصلتني نسرين ربي بركلها، والله نقذتني من سخانة ما نحكي لكمش، غرغور القيلة ما نص النهار ماضي ساعة الحاصيله قد ايامها ويبركلها ويحفظها. ايه بكوشينة عمتي، شو شكون يقضي معايا من العرس؟ ما بيناتناش رانا اخوات، اخوات وعيله واحده. هذاك باش نهزها للطباخ يعمل هو فما حاجه كيك مني نجي باهي. داكور دو اختي، مالا عبي هذي وحطي لنا عبي. لا حويسه نمشي نجيبها لك نقد. لا قد حتى اللوبيا ما نعملوش برشا بحكم الكيله، حتى للعشاء تاع العيال صديق. هذايا البصل نتاع اللوبيا، هكا الثوم اللي كيتحط في الاخر ميت باش نحطهم يتغسلوا. بسم الله ايدي اللي توجع فيها، ما قدش نهز بها لسا تجيني سرين كوز. هيك نحي، لا ما نجمش نحي سي عار. وهنا البنات باش نحكيكم على التعب اللي تعبته نتاع ايدي، ايدي تحيرت عليا اليسار الحصيل، وهاني ندب دبين ولت نسرين غسلت اللحمات وكل حضرنا نحن للشيف. راه شوف الحب، هذايا الحب، راه هاو هنا في دار عمتي يلعب هو عامل جو، وما شاء الله عليه نحبه، نحبه ونحضره له في حاجة باهية ان شاء الله تيوم. وهنا اللوبيا الشيف يفورها ويفوحها، هذه طريقته خذيت منه. لا بعد ما كنا جيت واضح، هذه طماطم لكعب للوب يكثر خيرها، باش يعطيني طريقه. وهنا البنات حطيت اللحم والزيت تاع اللوبيا باش نطيب اللوبيا. اطيح مغرف كبير حاضر. ها احنا حطينا الزيت
مش خلي اللحم يتقل النقطه نتاعها وين بري يجي الشيف يقول لي يعطيني نقطه يقول لك تفضل نعطيني نقطه الكسرونه اللي عطيت هيك هكاك عيش بنتي لا لا بعد ما تنجم ها واضح هذه طماطم لكعب للوب يكثر خيره باش يعطيني طريق واحدة هاي سام هاي هاي طماطم ترحت باش نهز اللوب والكركم قديش فاتيه الاربي تتغبش باه ها الرند حتينا نسال فيهم على الرند نعمل ديما اللوبيا بالرند حطيتي هاتي الماء حاضرية ومحلوة ذاك في البيدو ما نطيبوها بالماء الحلو هاتي فطي فر صبين بكل طماطم قديش؟ طماطم دي صبيت هاي الحكة شوف ايش قاعد منك طماطم حكة كيلو فلفل كوش عندهم عندهم فلفل الشيخ ما شاء الله كونتيتي كبيرة محتينا من قد هيش بارك الله بتاع عيلة ما نجمش هذي قبل عشان تاع الكيل ما زالت ملوخية ما زالت عمتي دي مخيمة وش عارضهم البارح عارضوا هيك ايش يحب ريالي ريالي يا ما تشوفوا هنا البنات هذه هي شويه من الاجواء هكا
تواليت انا في الدربيك، هو حاضر لنا اللوبي. هاي اللوبي تو باش تترمى بعد ما فوت. البنات باش نحطوا الثوم، الشيف باش يعاوني يحط الثوم منا في اللوبي. حضرت الحل تنحى هذه اللوبيا هنا ننسى هي الشيء جمع اللوبيا حضروا في العشاء وهذا الحمام يتحط من بعد نبغوا ما ينحوا ونحطوا من بعد. بالنسبة للحمام البنات العادات والتقاليد يطيبوا طاجين وملوخية وسلطة